مرحبا فيكم أحبائي. اليوم رح نعمل المغلي، هو نوع من أنواع الحلو العربي. مكوناته كوبين من السكر وكوب واحد من الرز المطحون وسبع أكواب من المي. وهي سبعة وملعقة ونص من الكراوية وملعقة من القرفة. وهلا رح أحرك المكونات مع بعضها. يعني حسب العادات والتقاليد هذا نوع من أنواع الحلو بيعملوه لما بيكون في مولود جديد، بس نحنا بنعمله لأنه بنحبه، بنحب طعمته، طعمته كتير طيبة. يعني أنا برأيي هيك نوع حلو إذا بتجربوا تعملوه بالبيت حيحبوه ولادكن كتير، مثل ما سبق وذكرت إنه هيك نوع من أنواع الحلو بيعملوه لما بيكون فيه مولود جديد. بس طبعا نحن مش ضروري أبدا نتقيد بالعادات والتقاليد، وقت اللي بيجي عبالنا منقوم ومنعمله. وهلأ أعزائي طبقنا الشهي هيك بيكون شكله، أول ما ببلش عم يغلي بنطر عليه 5 دقايق، بيغلي شي 5 دقايق وبعدين بطفي عليه. هلا حابدأ صب قدامكم بالكاسات، حنبلش نسكب. اكيد بدنا نزينه بشوية مكسرات. شوي من جوز الهند. وشوية زبيب. وهذا هو طبقنا، بنصحكم كتير تجربوه، الولاد حيحبوه كتير وانتو كمان حتحبوه كتير. وألف صحة.